النادي الاهلي مسيطر كويس قوي على وسط الملعب. صح. الفرقه انبي ابتدت عكس ما احنا متوقعين. أيوة. ابتدوا من ضغط بدري قوي. كنت لسه الملعب اتفتح بالنسبه له. وخلي بالك دي مشكله في ايه بقى؟ لما انت بتلعب باسلوب معين كتير يعني بتلعب انت متحفظ 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 وبتلعب على هجمات مرتده، لما تيجي تغير مره واحده تحس الخطوط مفتوحه في خلل، مفتوح الخطوط متباعده يعني. مزبوط مزبوط. فدي عامله مشكله شويه الانبي. انا شايف انه انبي الحاله العامه بتاعتهم معظمهم كرة حسين الشحات. لا ده جون عمل حلو قوي، ده جون من احلى الاجوان اللي الواحد شافها صراحه للنادي الاهلي السنه دي. مظبوط. حسين عملها حلو قوي، وبعدين فتحي بص كويس قوي، مروان كمان عملها حلو قوي، تفويته حلوه قوي، وبعدين ركنه بهدوء. مظبوط. فانبي ما تحسش انه عنده انياب خالص. يمكن الوحيد اللي بيحاول كريم فؤاد شويه، الباك الشمال بيحاول تحس انه ما عنده، واللي هو اليو ده في نص الملعب. لكن الباقي يعني احمد علي ما فيش مسانده ليه خالص. قعود احنا كنا متوقعين ان هو في الجنب اليمين، بيلعب في الجنب الشمال تحس انه مش موجود. يعني قعود بيبقى اوضح لما بيلعب في الجنب اليمين او راس حرب. تحس انه تايه. الوسط الملعب اللي هو عبد الرحمن عامر ورزق وحميد ماو مش عارف، مش مسيطرين على على وسط الملعب كويس. الاهلي هو اللي واخد. فالنادي الاهلي طبعا ادى شوط جيد وهدفين حلوين يعني.